خلينا نتكلم عن ارقام المباراتين بالظبط، يعني يمكن هو التفصيله البسيطه جدا اللي هي مثلا انقاذ في الدقيقه 71 ياسين بونو، في الدقيقه 71 كره تسديده من رقم 15 اللي هو جوزيف بنسل. الراجل ده يعني هو مصدر الخطوره الوحيد طول مباراه منتخب غانا. نعم، شاط كام كوره منهم الكوره دي، طبعا انقاذ تصدي تاريخي لياسين بونو، وبدا بعد كده منتخب المغرب ان هو يركز على الجبهه اليمين بالنسبه لمنتخب المغرب، فبدا هو هنا يدخل في كام كوره كده بالظبط، يعني كرات عرضيه بيعملوها بشكل منتظم جدا لغايه ما قدروا يسجلوا الهدف الفوز. يعني كانت الكوره بالظبط في الدقيقه 53، الكرات نفس كربون الدقيقه 83 قدروا ان هو يسجلوا ان شاء الله او الحمد لله يعني هدف الفوز. وطبعا الاداء ده يبشر بالخير، ان احنا لما نلاقي المنتخبات بتكسب بالعافيه كل تقريبا المباراه باستثناء مباراه الافتتاحيه 2-1 كل مباريات 1-0، حتى 2-1 دي كانت بالعافيه بالظبط، يعني اللي هو حتى فرق الهدف فده حاجه مبشر جدا ان هو ان شاء الله منتخب مصر يعني يكون افضل في البطوله دي. المغرب وغانا هدف هدف سفيان بوفالي يا كابتن حلو، سرق المساحه لنفسه بشكل جيد، فنش بشكل عظيم جدا، ارقامه ممكن متقاربه. لو جينا نبص على الارقام بتاع المغرب وغانا هنلاقي ان الاستحواذ بتاع المغرب 51 وغانا 49، استخلاص الكوره المغرب كان 85 وغانا 49، الباص الطولي للمغرب كان 31 منهم 11 صحيح، غانا كان 43 منهم 6 صحيح، محاولات المغرب كانت 9 وغانا كان 5، الاهداف المتوقعه اللي هي الاكس جي كان المغرب 1.89 من 100 وغانا 74 من 100. يمكن الارقام متقاربه من بعضيها، ولكن المغرب في الاخر زي ما قلت لحضرتك يا كابتن كسبت بتفاصيل بسيطه. ياسين بونو فارق جدا 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 مع منتخب المغرب، تصديات حاسمه في توقيت صعب في المباراه ساعد المغرب ان هي يبقى حظوظها في المباراه موجوده. وسفيان بوفال مهاجم كبير رغم غياب ايوب الكعبي النهارده، اثبت ان هو مهاجم تقيل جدا جدا النهارده. الهدف مش سهل، ان هو خلق لنفسه المساحه في الصندوق قدر يفنش بشكل جيد. سفيان بوفال متوقع له بطولة كبيرة مع منتخب المغرب. هنكمل كلامنا، ولكن خلوني الورق كان هيقع معلش، خلوني نكمل او ناخد بعض الهاشتاج الحنفي وايشو مع الشاطر. محمد الحادي بيقول نجوم السوشيال ميديا منورين قناة الاهلي. جيهان بتقول حاسه ان البداية هتبقى، جيهان انور بتقول حاسه ان البداية هتبقى قوية لمصر. محمد خليفة بيقول الفقرة دي ممتازة يا ريت تستمر لانها مع ناس من وسط الناس. حاضر. دكتورة ريهام بتقول بالتوفيق ان شاء الله حلقة جامدة. محمد ابو ياسين بيقول بسرعة علشان هنبعت الخطة ومين اللي هيلعب لكروش، وهم عليه اللي ينفذ كلامهم ومشغل قناة وبيسمع. اشكرك جدا. ما رأيكم في مستوى الكاميرون النهاردة؟ مستوى الكاميرون امبارح يعني يعني مستوى الكاميرون ما كانش المستوى المبهر، يعني الاول تبان نص ساعة ما كانش في اي خطورة اصلا، واللي بدا هو منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل وفرصه ثلاثيه عشان يقدر يسجل، وبعد كده حتى يعني الهدفين من ضربتين جزاء مستحقتين تماما، مش بنقلل من قيمه ضربات الجزاء، بس هو ما هواش المنتخب المرعب، يعني منتخب مستضيف ولازم يكون هو بيقدم اداء افضل من كده. يعني هو بدنيا منتخب قوي جدا بدنيا الحقيقه، يعني امبارح طول ال 90 دقيقه مستوى واحد بالزبط. هو فنيا ما فيش افكار كتير في الملعب، الكواليتي بتاع اللعيبه مش كبير قوي زي ما الكاميرون معودانا، ولكن بدنيا هو منتخب مرهق جدا جدا، ودي ظهرت ان ماتش بوركينا فاسو الدقيقه 80 لعيب بوركينا فاسو فعلا تعبت. منتخب الكاميرون بدنيا واقف على رجله ومتماسك. مصطفى محمد هو اللي هيقود هجوم المنتخب ده. فارس رمضان بيقول بامر الله نكسب بكره 1-0. برضه رجع تاني يقول عندي ثقه غير عاديه في تريزيجيه حتى لو لم يلعب. اعتقد تريزيجيه فرق كتير جدا او يفرق كتير جدا مع المنتخب. جدا تريزيجيه من اللعيبه اللي انا بشوفها تقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا. تريزيجيه لعب تكتيكي قوي غير ان هو فرديا سريع ويقدر هيشكل لك خطوره على المرمى، ولكن تريزيجيه لعب تكتيكيا قوي، لعب يقدر يقوم بدور دفاعي جيد، لعب تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا على المستوى البدني وما يخذلكش، ودي ميزه تريزيجيه، ودي نقطه بيحبها كيروش جدا اي لاعب بيدافع، وكان بيحبها كوبر اللي هو احد اهم الناس اللي طورت تريزيجيه على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي.
تريزيجيه تحول مع كوبر لجناح بيقدر يدافع بشكل جيد، ما بيبيعش الباك، بيحاول ان هو طول ال 90 دقيقه بمستوى ثابت، ما بينساش ان هو مطلوب منه دور دفاعي. ودي نقطه مهمه جدا في ظل وجود اصلا محمد صلاح، ان هو طبعا الراجل مش مطالب ب يعني وسط الرقابه اللي عليه مش مطالب كمان بدور دفاعي. مظبوط، فهو لازم يكون حد بيوزن الجبهتين يعني. والدليل ان كيروش بيفضل مرموش في اوقات كتير في الناحيه الشمال دي، مرموش فيه الجزئيه دي دفاعيا متماسك جدا، متماسك جدا، ولاعب سريع يقدر يحول لك بس اظن تقدر تعتمد عليه. هو بقى في مفارقه هنا، ان احنا عندنا عنصر خبره اكتر في تريزيجيه، بس عنصر تسديد اكتر في عمر مرموش. الراجل يعني من وقت من اول مباراه له مع المنتخب ما اعتقدش صعب ان هو يبتدي بتريزيجيه. هتكون مجازفه كبيره، اعتقد ان هو هيبتدي بمرموش بقاله كتير برضه، ما لعبش غير ماتش واحد مع اسون فيلا. خلي بالك عمر الراجل ده دايما بيحب يبدا بحاجه غريبه يعني، ممكن لاعب ايمن اشرف على راي كابتن عادل لاعب ايمن لا خلي بالك ايوه ممكن وبعدين ايمن متكثف جدا في الحته الشمال ديت، بس هو لا يبدا ايمن اشرف مش في الحته الشمال، في نص الملعب، في نص الملعب بالظبط. ثالث بدل السوليه، بس انا شايف يا كابتن ان ممكن يعتمد على زيزو في الحته دي، واتوقع ان تفكيره هيروح للجزئيه دي لسبب واحد. ان زيزو بيعرف يلعب مكان عمرو السوليه كوايد ميد فيلدر في نص الملعب، وتحديدا في الناحيه اليمين. محمد صلاح ما بيدافعش كتير، وفي نفس الوقت هيحصل اوفر رود على اكرم توفيق كبير جدا جدا، فلازم يكون في خط وسط يمين في نص الملعب بيدي مساندات دفاعيه لاكرم توفيق، لان لو ده ما حصلش اكرم توفيق هيحصل عليه ثنائيات واوفر لوك كبير جدا هيسبب لنا مشاكل في الناحيه اليمين. فاذا مطلوب دور دفاعي قوي من لاعب النص الملعب اللي هيلعب مكان عمرو السوليه، فلذلك متوقع انه ممكن يعتمد على زيزو، بدنيا قوي بيعرف يدافع كويس، واما يفرد الملعب ويروح الناحيه اليمين لو صلاح ضم في العمق هيكون عنده عرضيات في الناحيه اليمين جيده جدا هتقدر تفيد منتخب مصر. اظن هو واخد يعني عبد الله السعيد عشان يستخدمه، يعني هو واخد عبد الله السعيد وحريم من القفشه يعني، وريني عبد الله السعيد هيعمل. انا شايف زيزو او تريزيجيه ممكن، بس ممكن زيزو، انا شايف كفه زيزو ارجح لفكره ان هو دفاعيا متماسك، بدنيا هيديك 90 دقيقه مصاب. لا اكيد طبعا عبد الله السعيد مش هيقدم 90 دقيقه يعني، ما فيش نقاش في كده يعني.